بعد الجزيرة عملت الشبح. الشبح ده من أحب الأفلام دي، يعني شخصية كوميدي كده يعني. دور سليمان. ورايح على الفيسبوك ورايح على الانتري، وده كان شخصية كوميدي أول مرة أعمل. حتى صوت وائل عبد الله أما جه إداني الفيلم هو اللي مؤلفه، يعني هو مؤلف عظيم كمان مش بروديوسر بس، مخرج هايل هايل. مؤلف كوميديان ملوش حل ملوش حل. ده بعت مرة جابني من الأقصر وأنا بصور في آخر الجزيرة عشان مشهد، يا ريتني ما شلت العباية لما الفيسبوك اتكسرت وبتاع. قلت له يعني انت بعتني عشان مشهد؟ قال لي طب تعالى بس شوف، خدت طياره وقمت رايح وبتاع. وعمرو عرفه انت هتيجي امتى؟ قلت له انا شغال مع اخوك، يعني انت انا شغال مع عمرو عرفه وشريف عرفه. ما حفظ الالقاب. وجيت عملت المشهد، مشهد كان الناس بتضحك جامد جدا في السينما. فده من الافلام بحبها جدا 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 يعني. هو الباشا منين؟ من اسكندريه. اسكندريه اجدع ناس اسكندريه. ايوه اسكندريه يا جدع. انما اخوتك مش اسكندراني. لا انا مولود هنا في مصر. مصر يا اهلا وسهلا بمصر. واللي في مصر ده مصر ام الدنيا يا جدع. انا حته في مصر. انا شكلي تقلت عليك، انا لازم امشي. السلام عليكم. طيب لو احتجت اي بيته بقى اديك عرفت المطرح. في الحقيقه انا محتاج حاجه تانية. امرني. المكنه بتاعتك. ايوه بس دي عزه عليا ومهرها غالي. كنت عايزها في ايه؟ مشوار عزه. البقاء لله. حد قريبك؟ لا ده واضح انه عزيز عليك قوي. انا هاخد منك رهن 3000 جنيه وده عشان خاطر المرحوم. ماشي. لا ده انا نفسي اكبر فاطول النخل فاطول. الو الو. ايوه سليمان. مال صوتك؟ انا عملت حادثه. حادثه؟ عملت حادثه؟ طب طمني الفيسبوك على حاجه؟ فيسبوك ايه بس دلوقتي؟ انا عايزك تجيلي حالا. اديني العنوان اديني العنوان. ايه اللي حصل؟ اسكت يا سليمان. بس انا الحمد لله تمام. مش مهم انت الفيسبوك على حاجه. لا لا الفيسبوك الحمد لله تمام. انا مش شايفها. هي فين؟ اهي تحت العبايه. هي دي الفيسبوك؟ هي دي الفيسبوك؟ يا سليمان والمفتاح اهو. لا اله الا الله لا اله الا الله. صلي على النبي في قلبك يا سليمان ما تعملش كده يا جدع. انا دايخ. هاتولي ميه بسكر. انا عايز ميه بسكر يا سليمان. ما فيش حاجه حصلت يا عم فداك. يا ريتني ما شلت العبايه. يا ريتني ما شلت العبايه يا سليمان. بس 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 يا عم.